بتشتغل معانا على كل الاس كيو ال، قلنا بتشتغل معانا على كل الايه الداتابيز الريليشنال زي الاوراكل، الماي سيكوال، الاس كيو ال سيرفر، البوست جريد، كل دي قواعد بيانات اللي هي الاساسيه المشهوره جدا في مجال الاس كيو ال او الريليشنال داتابيز. فكستاندرد لانجويج ممكن تلاقي بعض الاختلافات، الاختلافات دي بتبقى عباره عن حاجه اسمها سينتاكس. يعني ايه سينتاكس؟ شكل كتابه بس، هنا بيحطوا كومه، هنا لا بيحطوا كلمه بدل بتاع، هنا بيحطوا كروس قبل اللي مش عارف ايه بس، لكن هي في الاخر هي كلها نفس الايه؟ نفس الجمله. وبس مش اكتر من كده. فاحنا هنبدا زي ما اتفقنا المره اللي فاتت ان انتوا تشوفوا داتابيز ماي سيكوال، مظبوط؟ ولا عايزين اوريكال اللي انتوا عايزينه يعني؟ ماشي، ماي سيكوال نص، والنص الثاني اتفقتم على على ان احنا نشتغل داتابيز من الداتابيز الحديثه اللي هي كانت مونجو دي بي، صح؟ تمام، ان شاء الله خير. فاحنا المفترض اللي انا فهمته كمان ان انتم واقفين عند يعني ما اخدتوش الاي ار، تمام؟ انتم وقفتوا بس عند الاي ار العاديه والاس كيو الاساسي، وكانت الماده خلصت يعني. فان شاء الله احنا محتاجين برضو نشرح الاي ار وتفاصيل فيها، فلو كانت المحاضره فيها بعض ضياع الوقت او شيء، فانا هكون على الجروب اللي كنت عملته لكم هحط لكم بعض الفيديوهات المساعده نفس الاريا اللي احنا بنتكلم فيها، بحيث يعني إن لو في حاجه مش متغطيه كويس ابقى مطمن ان هي وصلكم كويس. ماشي، ان شاء الله يعني. فاحنا مبدئيا لو عايزين نشتغل على ماي اس كيو ال كداتابيز، الداتابيز ديت ليها كذا جي يو اي او جرافيكال يوزر انترفيس بتتعامل معاها، تمام؟ في ورك بنش، في بي اتش بي ماي ادمن، في حاجات كتير جدا. اشهرهم طبعا بي اتش بي ماي ادمن، لان هي في الغالب بتبقى محطوطه على السيرفرات دي وشغاله وما فيهاش اي مشكله بالاسلوب بتاع الانترفيس دي. وممكن تشتغل عليها بالكوماند برومبت اللي هو الشاشه السوداء بتاعت الدوس دي، زيها زي ال زيها زي التعرفات، زيها زي الاوراكل، زيها زي غيره، هي برضو موجوده، تمام؟ فاحنا لو حبينا نشوف الاول السيت اب بتاعها عامل ازاي، وكان نبدا ايه نشتغل عليها على طول، تمام؟ في برنامج تخش على الانترنت تعمل داونلود حاجه اسمها اكس اي ام بي بي، خلاص، او اي واحد تاني، في حاجات كتير جدا بتعمل نفس الفكره بالظبط. الاكس اي ام بي بي اللي هو بيبقى فيه شويه تولز مع بعضها متركبه مع بعض وينزلوهم مع بعضهم، يعني باكج. في الباكج دي في منها الماي سيكوال ومعاهم البي اتش بي عشان تشغل لك البي اتش بي ماي ادمن اللي هي الشاشه اللي انت بتتحكم فيها من خلال الايه اللي تتحكم من خلالها في الداتابيز، يعني لو انت عايز تشتغل بالجرافيكال يوزر انترفيس. يعني في زي في اب سيرف، في لامب، في كذا سوفت وير ممكن تنزله، لامب او اب سيرف او اكسامب، كل دول بينزلوا الباكج على بعضها، نزلوا الحاجه اسمها اسم الاباتشي، ونزلوا حاجه اسمها البي اتش بي عشان ترن لك الجرافيكال يوزر انترفيس، وبتنزل لك الماي اس كيو ال وشويه تولز ثانيه جانبيه لو عايزها، تمام؟ بيبقى على بعضها. فهتعمل خش تعمل داونلود اكزامبل مثلا، وهو بسيط جدا في السيت اب بتاعه. يعني هعمل كده، في منه نسخ كتير، يعني الاب سيرف بورتبل، ماشي مفيش مشكله. فهنا هو مثلا قال لي انت عايز تنزل ماي سيكوال، ماشي، عايز تنزل فايلزيلا اللي هو الاف تي بي سيرفر عشان ترفع لو عندك ملفات ويب عايز ترفعها على والميل سيرفر، تقول لا توم كات، اه طبعا كده كده لازم ينزل اباتشي وماي سيكوال دول اجباري، خلاص. بي اتش بي بيرل مش عايزها، بي اتش بي ماي ادمن، اه دي اللي احنا عايزينها اصلا، دي الانترفيس اللي انا اللي هي هتتحكم فيه الماي اس كيو ال، تمام. وبلايزر لا، ولا فيك سند ميل، مفيش، مش محتاجين غير الماي البي اتش بي والماي اد والماي سيكوال بس، نزل معاهم البي اتش بي ماي ادمن. احنا فعليا في الاختيارات اللي موجوده قدامك دي اصلا مفيش حاجه تقدر يعني دي ما تقدرش تشيله. توم كات عايز تشيله شيله، يعني مش مشكله، هو سيرفر تاني بديل للاباتشي يعني. احنا فعليا مش هنختار بس غير الماي اس كيو ال والبي اتش بي ماي اس كيو ال، دول البي اتش بي ماي ادمن دول اللي لنا حق نشيلهم اصلا، وهم دول اللي احنا عايزينهم اصلا، فمش هنشيلهم يعني. اما الباقي كده كده اجباري عليك يعني، كده كده لازم ينزل يعني. تمام؟ طيب، فقلت له ماشي نكست. قال لي هتنزل الحاجه دي فين؟ اختار مكان اكون عارفه. اسمي مثلا بي اتش بي ماي ادمن
كده سوفت عشان ما تتونيش. اخترت المسار اللي عايز انزل فيه الحاجة، عايز تعمل ليرن مش عايز اتعلم، انا مش استعلم. تمام، يبقى الاكسامب الاي من اباتشي، الام من ماي سيكوال، البي اتش بي بي، وحاجه اسمها بير لغه تانية بي برضه، والاكس الاولانيه دي عشان تبقى يعني كروس بلاتفورم، يعني يقصد ان المجموعه دي بتشتغل على كل الاوبريتنج سيستم، يعني ما عندهاش مشكله. تمام، طيب الناس كده بتتكلم ماي سيكوال احنا عايزين نشتغل، هي اوريكل، هو اوريكل منزله كذا داتابيز في السوق. تمام، هو العيب بتاعها ان في داتابيز من الداتابيز اللي موجود عندها ما سموهاش، سموها اوريكل داتابيز زي ما هي كده، هي دي بقى اللي عامله لنا ازمه، يعني كانوا سموها اي اسم ثاني كانت ريحت الموضوع. اوريكل دي شركه كبيره، تمام، بتنزل منتجات كتير جدا من ضمنها الداتابيز. تمام، من ضمنها الداتابيز، هل الداتابيز بقى اللي هي دي الداتابيز اللي هي اسمها اوريكل داتابيز؟ لا، اللي بتنزل اوريكل داتابيز عندها نو سيكوال اوريكل داتابيز، عندها ماي سيكوال بتاعتها تبعها تبع اوريكل برضو، وعندها حوالي 2 3 كمان داتابيز تاني، انت متخيل يعني؟ فهي عندها حاجات من دي كتير، فهي هي ده ماي سيكوال هي تبع اوريكل برضو، ما فيش، لا طبعا كلهم كل واحده ليها غرض، يعني مثلا على ما يعمل السيت اب كده لو جينا قارنا مثلا الاوريكل داتابيز بالماي اس كيو داتابيز، لا في فرق، هتلاقي اوريكل داتابيز لا مش موجود على الانترنت تقريبا، يعني مواقع قليله جدا 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 اللي شغاله اوريكل داتابيز. تمام، لكن الماي اس كيو يعني لايت اكتر للويب سايت خلاص، وبالتالي لايت اكتر للموبايل ابلكيشنز، ويمكن دي الحاجه عشان كده انتشرت اكتر، وهي اكتر حاجه ايه استخداما. في نفس الوقت هي ريليشن داتابيز، عندهم تاني مثلا نو سيكوال اوريكل داتابيز، وعندهم حاجات تانيه بتشتغل باساليب مختلفه. تمام، فكل واحده وليها ايه مميزاتها داخل الشركه، لكن لما تيجي تخش تحط شركه تانيه جنبيها لا في منافسه بقى، يعني مثلا لو حطيت مثلا شركه مايكروسوفت قلت اس كول سيرفر وماي سيكوال، تعالى نتخانق بقى، فاهمني ازاي؟ نتخانق ليه؟ لان اتنين بدائل، دي بتنزل حاجه جديده بكره، دي بتنزل نفس الحاجه الجديده، دي بتنزل حاجه جديده، بتنزل بكره حاجه جديده، وعادي. لا طبعا انت بتتكلم في ماي اس كيو ال، يعني انت بتتكلم في اشهر قاعده بيانات موجوده وفيها كل الامكانيات اللي انت بتتخيلها دي خلاص، حتى تحديثها على مستوى النو سيكوال اشتغلوا فيها وتحديثها اشتغلوا فيه، يعني حتى هي بتسبورت حاجات دلوقتي في النو سيكوال، حتى في العصر الحديث بقت بتسبورت، فهي داتابيز من الداتابيز اللي هي تعتبر كده، هي مش تعتبر، هي فعلا هي اشهر قواعد البيانات موجوده. تمام، وفي نفس الوقت من افضل قواعد البيانات اللي موجوده، مش حاجه يعني قليل، يعني ماي اس كيو ال حاجه مش قليله من حيث السكيورتي، من حيث حجم البيانات، من حيث الاوامر والتعامل معاها، من حيث كلها على بعضها. تمام، طيب احنا قلنا الكلام ده المره اللي فاتت، قلنا دي بتشتغل باسلوب الريليشنال داتابيز، والموجو بتشتغل باسلوب اسمه الدوكيمنت داتابيز، اختلاف كلي كلي، عارف يعني ايه كلي؟ يعني لا، ما اس كيو ال من اول فيرجن 8 وهي بتسبورت حاجات كتيره جدا في البيج داتا، زي يعني بس مش عايز اخش تفاصيل، زي الكلاسترنج والكلام ده كله شغاله فيه، يعني بتسبورت الحاجات دي. تمام، فين؟ في من بعد فيرجن 8، وده ما هو احنا شغالين عليه عادي. يعني لو في مثلا ماي اس كيو ال، صحيح هي مش اقوى حاجه في الاريا بتاعت النو سيكوال والكلام ده والبيج ديتا والكلام ده كله، لكن هي شغاله فيه. تمام، ويعتمد عليها طبعا، طيب يعتمد عليها ايه؟ احنا بنتكلم في اكتر داتابيز اعتمدت يعني انتوا فاهمين الفكره، يعني ما ينفعش قلق من اي نوع، يعني اتجربت اكتر داتابيز اتجربت في العالم، يعني في التاريخ في النوع الريليشنال داتابيز هي كانت الماي سيكوال. يعني ولا مشكله كبيره ولا حاجه، هي اركتكتشر وهي شغال عليه، يعني مش اي مشكله، يعني مش مشاكل، المشاكل دي احنا بنناقشها هم حلوها ازاي ونفهم التفاصيل، لكن هي ما بقتش مشاكل، هم خلاص المشاكل دي يعني لسه ما اتحلتش، لكن طالما هم حلوها وخلاص الموضوع ده ما بقتش مشاكل، هي بس احنا بنتعرف على ايه الحاجات اللي قابلتهم وحلوها ازاي وبقت الدنيا ماشيه ازاي، بس مش اكتر من كده. تمام، طيب هو كده فتح لي حاجه اسمها الاكسامب كنترول بانل بعد ما خلص سيت اب.
طبعا لو انت قفلت ونسيت وبعد فتره جيت فتحت برضه هتخش على نفس المكان اللي انت كنت منزل فيه الداتابيز دي مثلا، وهتلاقي كده اول ما تخش على ده المكان اللي كنت عامل سيت اب فيه هتلاقي ادي الاكزامبل ايه كنترول اهو، ادي الايه اللي فتح لك نفس المكان. مفترض ان احنا لو عملنا كده ستارت هنشغل الماي اس كيو ال، يدي له كل البرميشنز عشان يشغل ماي سيكوال. ماي سيكوال كده اشتغلت خلاص، الماي سيكوال البورت بتاعها 3306 ده الديفولت بتاعها يعني. تمام، لو اي برنامج عندك شغال على بورت 3306 ممكن يعمل كونفليكت ما تشتغلش كويس. طيب كده اهو اقدر اشغل ماي سيكوال، بس ما اقدرش اشغل بي اتش بي ماي ادمن. تمام، اللي هو الجرافيكال يوزر انترفيس اللي بتقوم الايه اللي بتتحكم فيه الداتابيز اللي اسمها ماي اس كيو ال. لو انت عايز تشتغل على السيكوال لوحديها الماي سيكوال من غير ما تشتغل على اسمه ايه ده على الجرافيكال يوزر انترفيس، لو رحت هنا في الفولدرات هتلاقي في فولدر منهم اسمه ماي اس كيو ال. ماشي، ادي ماي سيكوال اهو، ده الفولدر الخاص بكل السيت اب الخاص بالمين بالماي اس كيو ال. لو دخلت فيه على الفولدر اللي اسمه بن هنا اهو، دي الملفات الاكزيكيوتابل بتاعه الماي سيكوال، يعني الملفات التنفيذيه اللي بتشغل الماي اس كيو ال يعني. فلو انت عايز تشغل الكوماند برومبت انت ممكن تفتح الباور شيل من هنا. تمام، ادي انت فتحت كده الباور شيل بتاعتك. فانت مثلا لو جيت كتبت ماي اس كيو ال، طبعا احنا ما دخلناش باسوردات ولا بنسيت، طبعا لو في بعض الحاجات اللي انت بتسيت اب بيقول لك دخل باسورد تبقى عرفت الباسورد. ماشي، لو ما دخلتش باسوردات يبقى خلاص معروف ان الباسورد فاضي خلاص، واليوزر نيم الرئيسي اسمه روت، اسمه ايه؟ روت. ولو انت عايز تغيره بتقدر تغيره بعدين، سواء بعدين او في اثناء السيت اب او غيره يعني. طيب فانا هاجي اقول له ايه؟ ماي اس كيو ال داش يو، داش يو دي اختصار ايه؟ يوزر. اقول له روت، مش شايفين حاجه؟ افتح السي ام دي ممكن تكون مظبطه اكتر من كده، مظبوط كده؟ طيب هعمل سي دي وهديله الباث اللي فيه لغايه الماي اس كيو ال. تمام، عملنا السي دي ولا ايه؟ عشان انا بس عامل في الاخر السهم ده. تمام، للاسف العنوان طويل رخم فهيبقى واخد نص الشاشه دايما يعني، كنا حطيناه في حته سهله صغيره شويه مش مشكله. فقلنا هنكتب ايه؟ ماي اس كيو ال. تمام، وبعد ماي اس كيو ال قلنا داش يو، دي معناها يوزر سبيس، واكتب اليوزر نيم مثلا اللي هو روت. تمام، وبي سبيس واقول له داش بي وسبيس واحط الباسورد لو في باسورد. لو في ايه؟ لو في باسورد. انا ما فيش باسورد، فقال لي طب معلش برضه حط الباسورد. قلت له مش مشكله، بس انتر. قال لي خلاص ماشي، عايز انا مش حاطط باسورد اصلا. فتح لي ايه؟ ماريا دي بي، دي انجن من الانجنز بتوعه الماي اس كيو ال، وكده هو جاهز جاهز يتوكل على الله ويبدا يشتغل يعني. فاحنا كده دلوقتي جاهزين لان احنا نبدا نكتب اوامر اس كيو ال. خلاص احنا كده فتحنا ايه؟ ويلكم تو ماريا دي بي مونيتور مش عارف ايه ده. وبعد كده قال لي ايه؟ الفيرجن واوريكال ايه؟ لو واخدين بالكم. تمام؟ الكابي رايت بتاع 2018 اوريكال داتا بيز، وبيقول لي يلا اكتب بقى اللي انت عايزه وابدا اشتغل كماي اس كيو ال عادي براحتك. تمام؟ دي الطريقه الاولى اللي انت عايزها. لو انا مثلا هجرب امر من الاوامر، في امر من الاوامر اسمه شو داتا بيزز. تمام؟ اسمي كولون اسف ودست انتر. شو داتا بيزز؟ قال لي الداتا بيز اللي عندك، في عندك انفورميشن سكيما، دي شويه داتا بيز بتنزل اوتوماتيك مع الايه؟ مع الماي اس كيو ال وماي سيكوال وبرفورمانس سكيما وبي اتش بي ماي ادمن وتست، كله بينزلوا كده ايه اوتوماتيك. وطلع لي قال لي 5 روز ان ايه انسيت، وده الشكل بتاع الاوامر بتاعي ما فيهوش مشكله صح كده؟ ده الشكل الاول للستاندرد. يعني ايه الستاندرد؟ يعني مهما تنزل من انواع برامج ده موجود، مهما تنزل من انواع برامج ده ايه؟ ده موجود. يعني نزلت هتشتغل على بي اتش بي ماي ادمن، هتشتغل على ورك بنش، هتشتغل مش عارف على داتا بيز، على مثلا حاجات كتير موجوده في السوق كجرافيكال يوزر انترفيس للماي سيكوال. مش مهم، دي هتبقى موجوده، دي هتبقى ايه؟ دي بتبقى موجوده. بس البي اتش بي ماي ادمن من الحاجات المهمه جدا، لان اغلب السيرفرات بتبقى نازله بتديك انك توصل للداتا بيز من خلال اللي اسمه ده البي اتش بي ماي ادمن. انا ما بتفرقش معايا ان احنا عايزين نتعلم الاس كيو ال اللي هو الستاندرد اللي كده كده بيستخدم في كل انواع الداتا بيز، لكن نشوف دي ونشوف ايه ونشوف دي برضه ما فيش مشكله. طب لو انا جيت عبيت اكريت الداتا بيز فاقول له كرييت داتا بيز، وبكتب اسم الداتا بيز اللي انا عايزها مثلا جروب 1 مثلا دي لي مثلا، وقلت كده ده امر.
كرييت داتابيز بس بقى وخلاص. قال لي خلاص الكويري اوكي وخلاص ما عندكش مشكله تمام. لاحظوا ان احنا واحنا بعد ما كريتنا الداتابيز بتاعتنا دي الانجن ماري دي بي وفي نان هنا ما اعرفش ايه نان دي. احنا دلوقتي لو جينا كريتنا تيبل او كريتنا اي شيء عملنا اي شيء من الاشياء اللي احنا عارفينها كريت تيبل كويري اي جمل او اي اوامر بتبقى كلها في الهواء. يعني ايه في الهواء؟ يعني انت مش عارف انت محدد مش محدد الداتابيز. انا دلوقتي لازم اقول يوز وسبيس وابقى الداتابيز يا اما اختار داتابيز من الموجودين دول او الداتابيز اللي لسه مكريتها اللي اسمها جروب 1 دي بي مثلا. لو جيت قلت مثلا جروب 1 دي بي تمام يوز قال لي الداتابيز تشينجد. لاحظ بقى عمل لي ايه؟ انت جوه ماري دي بي الانجن جواها حاجه اسمها جروب 1 دي بي. انت جوه ايه كده انت سلكت على الداتابيز. انت كده كل الاوامر اللي انت هتشتغلها هتبقى موجهه جوه على مين؟ على الداتابيز دي. خلاص نفرق ما بين الداتابيز انجن ونفرق ما بين الداتابيز اللي بتعملها بتاعت الاكونتنج بتاعت الاتش ار بتاعت المخازن بتاعت تمام. احنا كده جوه داتابيز كده اي امر هنعمله هيبقى بيتحكم في مين؟ بيتحكم في الداتابيز دي. قبل ما ابدا اخش في التفاصيل تعالى ايه نقوم الجرافيكال يوزر انترفيس. انا قومت الماي سيكول عشان تعرف تقوم الجرافيكال يوزر انترفيس بتقوم حاجه اسمها الاباتشي. الاباتشي ده عباره عن ايه؟ عباره عن سيرفر ويب سيرفر سوفت وير بيقوم لك البي اتش بي تمام. بيقوم لك مين؟ ايه علاقتنا بالبي اتش بي؟ ولا حاجه. احنا بس علاقتنا ان الجرافيكال يوزر انترفيس اللي هتشتغل هتتحكم في الماي سيكول مبنيه بالبي اتش بي. فبيبقى لازم يكون السيرفر بتاع البي اتش بي شغال عشان تعرف ايه تتفرج يعني بس مش اكتر من كده. طبعا انت لو عايز تتفرج على الاباتشي في عندك حاجه اسمها ادمن قدام الاباتشي كده لو دوست عليها هيفتح لك لوحه التحكم بتاعت الاباتشي ودي احنا مالناش دعوه بيها ولا بي اتش بي مالناش دعوه بيها ولا الكلام ده خالص. طيب لو احنا عايزين نتحكم في الماي اس كيو ال من خلال البي اتش بي ماي ادمن هتلاقي كده قدامها في بتن قدام ستوب في بتن اسمه ايه؟ اسمه ادمن. لما ادوس عليه فتح لي ادي الايه؟ اليوزر انترفيس الشهيره بتاعت البي اتش بي ماي ادمن. الشهيره بتاعت مين؟ البي اتش بي ماي ادمن. دي كل الشغل بتحكم فيه من خلال الايه؟ الانترفيس دي. فهنلاقي ان احنا عندنا ادي جروب 1 دي بي اللي احنا عملناها تحت سماعه فوق مش اي مشكله تعملوا فوق يسمع تحت هي كلها داتابيز انجن واحده وانواع الداتابيز الثانيه اللي احنا كنا شايفينها من شويه تمام. لما انت كده اهو على السيرفر من فوق هنا بيبقى عندك ايه؟ انت كده على السيرفر ذات نفسه. ما انت طول ما انت على السيرفر ذات نفسه انت مش سيلكت الداتابيز تمام. يعني لازم تدوس على تكليك على داتابيز من دول عشان تبقى شغال على ايه؟ على داتابيز بعينها. في عندك هنا الفولدر اسمه داتابيزز لما يعني تابع لما بتدوس عليه بيطلع لك ايه اسماء الداتابيز اللي موجوده عندك بحيث برضه لو انت عايز تكريت داتابيز بيبقى فيه هنا انترفيس تكتب هنا اسم الداتابيز وتقول له كريت فيبدا يكريت لك الايه؟ الداتابيز كانترفيس هنا بقى. هي تعويضا عن الامر اللي احنا اتكلمنا عنه. في هنا اس كي ال هنا بقى زي تحت بقى خلاص. هنا بقى بيفتح لي هنا المكان اللي انا اقدر اكتب فيه ايه؟ جمله السيكول. فلو جيت هنا قلت كريت خلاص داتابيز هنا بس ايه الدنيا حلوه شويه في ان هو بيساعدني كلمه يعني لو في سنتكس يلاحظها لي يعني بس مش اكتر من كده تمام. فلو جيت هنا قلت مثلا جروب 2 دي بي مثلا تمام انا كده عملت كريت نفس الامر اللي انا كنت ايه اللي انا كنت كاتبه تحت كده فوق بس هنا اهو. طب هنا مديني شويه اوبشنز هنتكلم عليهم كده وقت ما يجوا. وقلت له ايه؟ جو. اما قلت له جو قال لي ماي سكول ريتنت ان امبتي ريزلت سيت ومش عارف ايه وقال لي كويري تيك مش عارف قد ايه وكله تمام وقال لي كله تمام وتنفذ. طبعا انا مش بيقول لي بس ان هو دي تابيس سيلكت يعني انت مش واقف على تابيس بعينها تمام. انا بالنسبه لي الامر اللي شغلته مش ما كانش محتاج ان انا واقف على تابيس بعينها. طيب في ايه تاني هنا عندي؟ احنا شفنا التابل اسمها تابيس والتابل اسمها اس كيو ال. في هنا تابل تاني صغيره تحت خالص اسمها كونسول صغيره خالص. الكونسول دي لما تيجي تفتحها دي شبيهه للكونسول اللي هو بتاع البراوزر. احنا من شويه كتبنا امر فهو بيجيب لك هنا كل الاوامر مش بتاعت البراوزر بتاعت التيرمينال اللي احنا فتحناها تمام. هنا هو زي ما احنا شايفين الامر اللي احنا نفذناه بدا يكتبه لك تمام. فيبدا معاك دايما كل الاوامر وانت شغال عمال ايه يحط لك في الهيستوري بتاعك كل الايه الاوامر بحيث لو في انت وشغال شغال عكيت اي اوامر ولخبطت حاجات وبتاع عايز ترجع الامر انت كتبته بتاع هنا بيبقى محتفظ لك بكل الايه الهيستوري بتاع اللي انت الاس كيو اللي انت كاتبه تمام. حلو جدا. في عندنا بقى حاجات ثانيه زي الستاتس بتاع الداتابيز. عندنا اليوزر اكونت فاتحين داتابيز الاكونتس مين واليوزرز مين. عندنا ان انت تكسبورت الداتا او يعني تجيب داتا من بره تدخلها جوه الماي سيكوال من اي داتابيز او من اي حاجه خلاص. وتقدر تمبورت يعني تقدر تخرج السيستم بتاعك من هنا والسيتنج بتاعت الداتابيز. وعندك بقى ايه شويه حاجات خاصه بالريبليكيشن اللي هي
حاجات خاصه بالتكرار الداتا على الميرورنج سيرفرز والاجهزه الثانيه وكلام زي كده، وفاريبل وكاركتر سيت الخاصه بيه، يعني تهمنا الكاركتر سيت شويه في حته بتاعه اللغه العربيه لو الداتا بيز ما بتسبورتش اللغه العربيه او لغات اخرى يعني، والانجنز الداتا بيز انجنز الموجوده، ولو عايز تنزل بلاجنز على الداتا بيز موجود والكلام ده كله. ده كده بالنسبه للايه؟ للانترفيس العامه. طب لو انا عملت كده اهو، عملت كليك على اي داتا بيز من دول مثلا جروب 1 كده، هتلاقوا ان السيرفر هنا بقى خلاص اهو، طبعا 127.001 ده معناها لوكال هوست، دي كلمه بديله لوكال هوست يعني نفس المكنه اللي احنا عليها. وقال الداتا بيز بتاعتك اسمها داتا بيز جروب وايه؟ جروب 1 دي بي. يبقى انا كده كل الاوامر هتبقى برده موجهه، هتبقى شغاله على مين؟ على الداتا بيز دي خلاص. فلو جيت ضربت اي حاجه من فوق هوت هتلاقي ايه؟ التابات بدات تختلف شويه، يعني بقى في بعض التابس مختلفة عن اللي كنا قلناهم من شوية. ليه؟ لأن التابس اللي موجودة دلوقتي ديت دي تابس خاصة بي ال خاصة بالداتابيز بقى بعينها يعني. فهتلاقي سكيل اه كانت موجودة، في سيرش ما كانش موجود هناك، تمام؟ في برضه ايه يعني السيرش دي يعني شوية أدوات مساعدة بس مش أكتر، هو بيسيرش بس بالولد كارد، عارفين الولد كارد طبعا اللي هي علامة النسبة في المية، لايك 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 تمام. وفي عندي الكويريز بقى، هنا بيديك بقى ان انت تقدر تعمل ايه؟ كويري على الداتابيز، سواء كنت هتكتب او كنت هتختار وتحط الكريتيريا بتاعتك، او الكيو بي اي، الكيو بي اي اللي هو كويري باي اكزامبل، بس لسه ما عندناش تيبلز اصلا، فبيقول لي فين التيبلز اللي هتسيرش عليها، تمام؟ والاكسبورت والامبورت كنا عليهم، والاوبريشن والبريفليجز، تمام؟ الحقوق اللي هتبقى محطوطه على الداتابيز دي، خلاص ايه الحقوق اللي انت عايز تحطها على الداتابيز دي؟ الروتينز بروسيجرز والفانكشنز والكلام ده اللي احنا بنتكلم عليه ان شاء الله الرحمن. في الايفنت، الايفنتس اللي هي الحاجات اللي بتقوم في اوقات معينه ترن، في تريجرز نفس الكلام الحاجات اللي بسبب حدث بتقوم حدث، هنتكلم عليها برضو ان شاء الله. وفي تراكنج لو انت عايز تشوف ايه اللي حصل، وفي ديزاينر اللي هو بيعمل لك زي توصيف لشكل ما من اشكال الاي ار دي يعني او كده، تمام؟ شكل من اشكال الرسومات دي يعني، لو دخلنا عليها هتبدا تلاقي ان انت ممكن والله تقول له مثلا انا عايز اكريت تيبل، تمام؟ فهتكريت التيبل هنا وبعد كده يبدا يرسم لك شكل تيبل، لو عملت تو تيبلز وريليشن يعملهم لك، يعني بيحاول يساعدك في ايه؟ في شكل الكتابه يعني، في شكل الرسم يعني، بيحاول يساعدك في الرسم. اه طبعا. طبعا. يعني لو دخلنا مثلا بس يكون داتا بيس يكون فيها حاجه يعني، دي برده ما فيهاش حاجه. دي مثلا فيها شويه تيبلز يعني بس خاصه بالماي سيكوال ذات نفسها يعني، هتبقى معقده حبتين يعني. بس لما نخش على الديزاينر هتلاقي التيبل زي ايه. ايه رايك؟ جميله حلوه يعني. بس يعني ماشي الحال تمام. تمام. دي كده كانت انترو كده عن الماي اس كيو ال وازاي نشتغل عليها من خلال الكوماند برومبت، او نشتغل عليها ازاي من خلال مين؟ من خلال الايه؟ جرافيكال يوزر انترفيس اللي هي بي اتش بي. هو زميلنا بيتكلم على هل ليها فيزيكال فايلز؟ طبعا ليها فيزيكال فايلز. لو دخلت احنا اتفقنا ان ماي سيكوال ده الفولدر ده هو اللي فيه الايه؟ هو اللي فيه اللعبه كلها، صح؟ فلو احنا مثلا بصينا على الفولدرز اللي موجوده، احنا دخلنا على فولدر اسمه بين، وانا هو ده الاصل اللي فيه السوفت وير اللي بي ايه اللي بيفاير وبيشتغل الداتابيز. الدنيا هنا بسيطه جدا، عندك هنا فولدر اسمه داتا، الفولدر اسمه داتا دوت ده اللي بيتشال فيه كل ايه الداتابيزز اللي احنا بنكريتها. تلاحظ ان في فولدر لجروب 1 دي بي، في فولدر لجروب 2 دي بي، شايف ولا تمام؟ اهم غير بقيه الداتابيزز الثانيه الاخرى. فكده اهو دي هنا كل داتابيز انت بتكريتها دي الفايل بتاعها اللي هو دي بي دوت او بي تي. نعم. مش كده، هوريك مليون طريقه، دي كذا طريقه، مش دي احسن طريقه يعني. تمام. لكن برضه هي اسلوب مش مشكله، بس مش احسن اسلوب يعني. ليه اسلوب، ليه طريقه برضه عشان تعرف تشغله، بس هو يشتغل. تمام. في عندي فولدر ثاني اسمه باك اب، الباك اب ده بقى مكان ثاني اخر برضه للداتابيزز، بنقدر نعمل فيه ايه؟ باك اب فولدرز للداتابيزز بتاعتنا المختلفه. في عندك سكريبتس لو انت مقوم سكريبتات معينه او باتشات فايل لي على الايه الماي اس كيو ال، والشيرز ديت شويه حاجات خاصه باللغات وكلام زي كده، ماشي؟ خاصه باللغات اللي بتستخدمها الماي اس كيو ال وكده. دي كده كانت نبذه عن الفولدرات اللي احنا عايزين. طبعا هنا ماي اس كيو ال انستول سيرفيس
لو انت مش منزل ممكن دي تفير لك ان تسطب لك يعني من الاخر السيرفيس بتاعت الماي سيكوال، ودي تقدر تعمل ان انستول تشيل الايه الماي سيكوال من عندك كماي سيكوال، كل ده كله ده جوه جوه الايه ماي سيكوال، بس مالناش دعوه بالايه بالقصه اللي بره. القصه اللي بره اهم حاجه مننا احنا بس لو محتاجينه، ومحتاجين الايه الاكزامبل كنترول بحيث ان احنا بس نشغل من خلاله. تمام. طبعا لو حبيت تقفل كل حاجه وتخرج انت مفيش اي مشكله، هتعمل بس ستوب على ماي سيكوال وستوب على اباتشي او العكس، خلاص هو الدنيا كلها كده بالنسبه لك ايه قفلت، ولما تحب تبقى ترجع تبقى تشغلهم تاني من ستارت زي ما شفت.